كثير ناس كتبت لي مثل هالرساله. البيت اللي قصدي عليه البيت اللي كنت عايش فيه انا واصحابي زمان، ففكر انه اروح على نفس هذا البيت واسال اصحاب البيت انه اذا فيني ارجع صور فيديو فيه، اللي هو عيد ذكريات لما كنت ساكن بهذاك البيت اللي هو كنت ساكن فيه انا وكريم ومشوره، بس بجيب الشله كلها بنقعد بالبيت. فمين القلب طيب زياده عن اللزوم صاحب البيت اللي حيرضى انه نحن نقعد بالبيت؟ ما بعرف، بس ان شاء الله يتفهم. قلتي لي ها، بس لك موضوع صغير عن ساره. ساره ما بتفطر، بلس انه لما تفطر تفطر ماك، تفطر كي اف سي، تفطر برجر، بيتزا، فطور هاي الرايس كيك وهدول الاشياء، هدول يعني ما بتحسب له حساب يعني، فهمتوا؟ فلا تفكروا انه شغل دايت وما دايت. اي والله هلا تشوف شو طلبنا نحن الصبح لسه من شوي. لك ما ما اكذبك، مش قلتي لي اطلب ماك؟ قلت لك ايه انا الصبح، قلت لك كمان فطور. يا الله كذب يا رب. هيها بدينا عم نظبط البيت شوي مشان انا لا بدنا نصور كثير ورا عشان نمرق منه. لا 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 يا معلم يا معلم يا يا كابتن، طب ممكن احكي؟ هاي نحن زحناها مشان نقدر نمرق من هون وقت التصوير. اوكي خلص، المهم تسوي. ما بتسمع، ما بت... شفتوا مين ما بيسمع؟ هي اللي ما بتسمع. انا ما بسمع. اه تفضلي يلا. هاي عبود جاهز حق التصوير؟ لا بدك تصوري يعني؟ بدك تصوري، تفضلي.